عبير سليمان مش عايز اقول دايما في كل المشاكل تلاقوها موجوده، ولكن لها اراء البعض يرى انها هجوميه متطرفه. يعني هي واخده موقف من الدعاه الجدد، هي شايفه ان زواج معز مسعود بالفنانه حاله شيحه ده لازم انها يعني كان يعتذر للمراه قبل ما يقدم على الزواج، وكتبت كذا تويته وكذا مقال اثار الجدل حول مواقع التواصل الاجتماعي. نبدا بمعز مسعود، هل زواجه بدل ما تقولي مثلا مبروك على معز، معز ما عملش حاجه غلط ولا حرام، اتجوز على سنه الله ورسوله، في اشهار، في قبول من طرف شخصيه عامه، ليه لم تباركي هذه الزيجه وهاجمتيه وقلتي ان لازم يعتذر؟ لا، انا قلت ان انا مستعديه ان انا ابارك له، ولو اني عندي تحفظ برضه وانا ببارك له، بس قبل ما ابارك له هو تزوج من عدد من السيدات الافاضل غير محجبات، وكان ليه فيديو شهير بيقول ان الراجل لو تزوج فتاه او سيده غير محجبه فهو ديوس. تاني كده قال ايه؟ قال ان الراجل فيديو معروف يعني مشهور، وعلى فكره ايام ما كان داعيه كنا احنا بنشوف ده، وده وجهه نظره محدش هيقدر يهاجمه لانه دي قناعته الشخصيه. ولو اني انا ضد احتراف او الارتزاق او اي حد هو اللي يفتي او اي حد اللي يكون داعيه، ضد ده، احنا عندنا مؤسسات وطنيه. انت ضد الارتزاق من خلال الدين؟ يعني انت عايز المشايخ تشتغل ببلاش؟ لا، انا إيه؟ عندي مؤسسات وطنيه دينيه هي اللي اخد منها المعلومه. تخيل حضرتك ان هو بقى بزنس، يعني بقى اصبح الدعاه بيمتهنوا مهنه داعيه اسلاميه، بقى في معهد بيخرج دعاه وبيخرجوا دعاه لينا وبيرتزقوا من ورا ده. انا مش هبقى مقتنعه كعبير سليمان إن انت تحقق ثروه من وراء الدعوه، وهبقى مقتنعه بيك، خاصه بقى يعني ده اقتناعي الشخصي، خاصة بقى لو كان ليك قرارات أو ليك فتاوي أو ليك دعوات ملهاش علاقة أبدا أبدا بحياتك، المفروض يكون في اتساق بما تقول. كم شاب أخذ الكلام ده ثقة إن هو ديوس لو ارتبط بشخص بإنسانة غير محجبة؟ كم شاب فركش خطوبته؟ كم راجل شعر بالإهانة المجتمعية والإهانة الأسرية إن هو زوجته غير محجبة؟ اعتراضك يعني على إن معز مسعود اتجوز فتاة غير محجبة، ولا اعتراضك على إنها فنانة؟ خلينا نتكلم بصراحة. اعتراضي مفيش أي اعتراض إن هو يتجوز فنانة رقاصة مش محجبة، أنا ما عنديش مشكلة في ده خالص. كل واحد حر يتجوز الشخص اللي يناسبه. أنا عندي اعتراض. أنت مش ضد إن داعية يتجوز رقاصة؟ طب أنا ماليش دعوة، هو حر. ايه، هو حر يتجوز رقاصه؟ لو قال ان الجواز بالرقاصه حرام وراح يتجوز رقاصه ههاجمه، لكن لو داعيه بيقول ان الجواز بالرقاصه حلال وراح يتجوز رقاصه انا ماليش دعوه. لكن لو راح قال للناس كلها على فكره الجواز بالرقاصه انت كده بترتكب وزر، وراح تاني يوم اتجوز رقاصه، انا ههاجمه، هقول له ارجع في كلامك. انا كحقي كفرد في المجتمع بقول للشخص اللي قال ان الراجل اللي يتجوز بسيده غير محجبه ديوس يرجع يدعو الشباب ان هم يتجوزوا بسيدات او فتيات غير محجبات.